هو الفكره انه تعزيز الايجابي مش بس بيخلي الطفل يعمل سلوك كويس، ده بيحببنا يعني بيحبب في الشخص نفسه اللي عمل التعزيز الايجابي. انا عايزه اعرف تعليقك ايه على التصرفات اللي زي دي، وهل يا استاذه نوره من المنطقي كأمهات واباء ومربين اننا نفضل طول الوقت بنعمل تعزيز ايجابي؟ هلا منطقيا هو هذا المطلوب، لكن هل نستطيع؟ ما هو ده القضية فيها نسبية. أيوة. يعني ما كل الأمهات على مستوى من الإيجابية والتصالح مع النفس ومع المجتمع وما في ضغوطات وما في غيره من الأولاد تقعد جاهزة متكتفة طول النهار عم تنتظر يجيها البيبي وتحكي معه. أكيد أكيد في فروقات بين الأولاد الموجودين في البيت، فالأم ما أدرانة تكون بشكل مطلق بهذه الإيجابية. نحن عم نحكي بشكل مثالي، خلينا ننزل شوي للواقعية ونخلي النسب على قد الاستطاعة. قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنت بس المطلوب منك كأم رجاء 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 لما بدك تتكلمي مع الأولاد اعملي فلتر قبل أن تتكلمي. أيوة. يعني قبل ما تقولي له أنت ليه مثلا ما نظفت الحمام بعد ما طلعت؟ أيوة. قولي له برافو عليك صار مرتين طلعت وأنت منظفه. ليه يا سارة أنت ما مشطتي شعرك؟ برافو يا سارة مبارح مشطتي شعرك كان كتير حلو. ذكريها. فدايما بدك تحكي معه، احكي معه بشكل إيجابي. مثل ما قلنا قبل شوي الأستاذ قبل ما يعطيهم المعززات السلبية يعطيهم المعززات الإيجابية. وفي نقطة مهمة كمان واللي هي التعزيز المعجل وليس المؤجل. يعني دايما الصغار كل ما نزل عمرهم كل ما بيحبوا يكون التعزيزات سريعة فوري، يعني أنه الطفل عمره سنتين غير الطفل عمره 15 سنة. فاللي عمره سنتين بده مباشرة شال الكوب حطه مكانه، هي يا حباب شاطر. أيوة. مباشرة هو ربط الفعل الجيد بالفرحة للأم. كل ما كبر الولد 5 سنين 6 سنين كل ما كبر أكثر كل ما بتعلي التعزيز الإيجابي بتخليه أبعد شوي. فالتعزيز كلما صغر الطفل صار معجلا، وكلما كبر الطفل صار مؤجلا لا مانع يعني. طيب. لذلك بالتلاميذ بالمدارس الأفضل بنفس الحصة المدرسية يعطون المعززات. أفضل ما تكون لآخر السنة فكون مل الطالب وبطل يدرس يعني. طيب جميل.